تمرين الوقوف من وضعية الجلوس. ابدأ من وضعية الوقوف مع وجود كرسي خلفك وذراعاك ممدودتان أمامك. اجلس ببطء على الكرسي مع المحافظة على ذراعيك ممدودتين أمامك. حاول أن تجلس بطريقة مسيطر عليها بأن تضع نفسك بلطف على الكرسي. الآن انحني قليلا للأمام وانهض من على الكرسي. حاول ألا تعتمد على جانب واحد في ذلك أو تستخدم يديك لمساعدتك. استمر في تكرار هذا التمرين لمدة تصل حتى 60 ثانية. تذكر أثناء وقوفك أن تنحني نحو الأمام بينما تقوم بثني خاصرتك حتى يصبح رأسك في وضعية عمودية فوق أصابع قدميك ليسهل عليك النهوض عن الكرسي. يجب عليك أن تقوم بهذه النشاطات بأكبر سرعة تستطيعها دون أن تشعر وكأنك سوف تفقد توازنك، ويجب أن تكون الحركات مسيطرا عليها أثناء القيام بهذا التمرين.